اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وہ پاکیزہ کتاب جس کے بارے میں فرمایا گیا ذلک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے بارے میں کہا گیا فاتو بسورۃ من مثلی، اسی پاکیزہ کتاب سے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا خوبصورت آغاز کرنے کے لیے میں ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت ایشیا کے عظیم قدیم دینی درسگاہ کے بہت مشہور استاد محترم استاد الاساتذہ شمش القراء فخر القراء مجود القرآن، جن کے شاگردوں کی تعداد آپ گن نہیں سکتے، ان کے شاگردوں کی تعداد صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں بلکہ بر صغیر یا اس سے آگے چل کر آپ جائیں پوری دنیا میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دار العلوم دیوبند کی آن بان شان اور ہم سب کے بڑے حضرت اقدس حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد شعبہ تجوید و قرات مادر علمی دار العلوم دیوبند سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ تشریف لے آئیں اور آج کے اس سالانہ اجلاس میں قرآن کریم کی تلاوت سے باضابطہ آغاز کر دیں، اس تمہید کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا، حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب استاد دار العلوم دیوبند. بھائی بیٹھ جاؤ، جوانوں ذرا بیٹھ جاؤ، ہم سب کے استاد ہمارے استادوں کے بھی استاد دار العلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد محترم آپ کے سامنے اس وقت کرسی پر تشریف فرما ہے. اچھا نہیں لگ رہا کہ قرآن پڑھا جائے اور آپ یہاں گھومتے پھریں بات کرتے رہیں. اے بچوں بیٹا خاموش ہو جاؤ. قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، اور جو لوگ خاموشی کے ساتھ قرآن نہیں سنیں گے خدا کی قسم ان کو مسلمان کہنے میں مجھے شرم آئے گی. اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں پکے مسلمان ہیں تو قرآن کو خاموشی کے ساتھ سماعت فرما. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تحسبن الله غافلا عما الله. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله ما شاء الله. الله أكبر. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرف
حياك الله بارك الله. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. الله الله أكبر. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا. الله ما شاء الله حياك الله. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. الله ما شاء الله أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ما شاء الله سبحان الله. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم. الله ما شاء الله بارك الله في حسن صوتك. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله ما شاء الله حياك الله. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بالله التكبير بالله التكبير. ما شاء الله ما شاء الله. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله ما شاء الله. إن الله عزيز ذو انتقام.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله الله أكبر. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. الله ما شاء الله. سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. الله ما شاء الله. حياك الله. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. الله ما شاء الله. الله أكبر. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. الله حياك الله. سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار. الله الله أكبر. اللهم انصر الإسلام والإسلام. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. الله إن الله سريع الحساب. الله أكبر. سرابيلهم ما كسبت. الله ما شاء الله. حياك الله. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. الله سبحان الله. هذا بلاغ للناس. الله هذا
ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. الله أكبر. ما شاء الله. وليذكر أولو الألباب. ما شاء الله. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. الله الصمد. ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. الله أكبر. لا أعبد ما تعبدون. الله. ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله. الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم وليدين. الله. ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله. ما شاء الله. لكم دينكم ولي دين.
ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. أهل من